السلام عليكم. السلام. شلونك اخي؟ شو اخبارك؟ حبيبي. شو الصواريخ يعني ولا هاون ولا شو؟ هذا اول شيء رقم عم يضربوا هاون، بعدين ما عاد اثرت فينا الحمد لله، عم صاروا يضربوا صواريخ، هون نزل صاروخ ارض ارض. شوف هذا عينك. نزل اكثر من 15 بيت هذول، نزل بعضهم. دمرهم بالكامل. الكام عيلة تقريبا مسكون بهي البيوت اخي؟ هلا فيها 2 4 6 فيها تقريبا هي 12 عيلة هي البيت هي المكان هذا المسكون. في تقريبا 12 عيلة هذول. والحمد لله الله تلطف فينا ما كان موجود حدا بالمرة. يعني الحمد لله بكل هالقصف والدمار ما حدا تصاب بهي المستشفى؟ الحمد لله استشهدوا 2 بس، كانوا قاعدين موجودين هنيك، اما الباقي العيال هي كنا طالعين نحن المدنيين. كل شيء مدنية كنا طالعينه لبرا، كان في 2 بس موجودين استشهدوا بأرضهم. هنيك بالزاوية استشهدوا. الله يرحمهم، بس أما لو كانوا موجودين المدنيين كان في أكثر من 100 شخص هلا. كان سبب مجزرة يعني هذا الحكي. صاروخ أرض أرض هذا اللي نزل هون. والله الحمد لله اللي تلطف فينا، والله اللي حامينا الحمد لله. طيب ولا أنت حاليا شو بتساوي؟ شايف أقنا؟ والله شوفت عينا ما نجهز الفطور، عم نحوش دينا لا نجهز الفطور، باقي تقريبا ساعة للفطور. إن شاء الله يكرمك ألف صحة. وعليكم الله يسلمك. رمضان كريم. ان شاء الله بنعاد علينا وعلى الشعب السوري كله بس يكون صائد هالنظام ان شاء الله يا رب. ندعي لله يا رب بجاه اسمك العظيم يا رب الشهر الجاي بيكون خالصين هالنظام يا رب، الله بيخلصنا منه سيدي. ان شاء الله الله يتقبل صيامكم. الله يبارك فيك يا رب. صار الدمار الذي لحق بالحي جراب. شايف حطت طيب مع فرق مع صوت الضرب. يتعودوا. لا لا ما بقى يطيروا، تعودوا على صوت القصف اللي عم يسببه نظام بشار الاسد. ويش زايا كمان هتنزل.